يعتبر مشفى الشعب بمحافظة الحسكة من أكبر مشافي المدينة، يركن بمنطقة العزيزية شرق المحافظة. يستقبل المشفى كل يوم أكثر من 450 حالة في قسم الإسعاف، ومعظمها في هذه الأيام هي حالات الإسهال بسبب تقلبات الطقس والمناخ وانقطاع المياه والكهرباء لساعات طويلة عن المحافظة. وبحسب القائمين على المشفى فهم يعانون من نقص في الكوادر التمريضية والطبية، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات والمستلزمات المختلفة. أنا دكتور عنتر سينو، رئيس الأطباء في مشفى الشعب الحسكة. في الوقت الحاضر نستقبل يوميا حوالي 450 إلى 500 حالة في قسم الإسعاف. من هؤلاء 450 أو 500 حالة، طبعا تزايد عدد الإسهالات في الآونة الأخيرة بسبب انقطاع المياه عن مدينة الحسكة. العدد الموجود حاليا عند الأطباء المقيمين عددهم 22 طبيب، يلزمنا حوالي 45 طبيبا، العدد قليل. طبعا طلبنا كذا مرة عن طريق الهيئة الصحة، عن طريق الوزارة، زيادة عدد الأطباء. عند ظهور جائحة الكورونا نحن الأطباء في مشفى الشعبي الحسكة تعاملنا مع الموضوع بجدية، دخلنا جميع الأطباء إلى حتى القسم العزل، فاضطرينا نشتغل أحيانا بدون حتى قفازات، بدون كمامات، لأنه غير كان متوفرة لدينا. طبعا انصابت عدد هائل من الأطباء في المشفى وحولناهم إلى الحجر المنزلة، طبعا انصابوا أهاليهم. في ظل الكورونا وفي ظل نقص المياه وفي ظل انتشار الأمراض الأخرى، نطلب المنظمات الدولية والعالمية بزيادة الدعم الدوائي عن أقل، يدعمنا بالمعقمات والمنظفات والكمامات. أنا ككادر صحة معرضين بالإصابة لفيروس كورونا، أنا أحد العناصر التي تم الإصابة بالفيروس كورونا. خضعت لحجر صحي لمدة 15 يوم في المنزل. طبعا الإصابات تعود لنقص الإمكانيات والمواد المتوفرة المقدمة من هيئة الصحة والمنظمات الدولية لهذا المشفى. نناشد المنظمات الدولية، هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، بتقديم كميات أكبر من مواد تعقيم وقاونات وكفوف من أجل حماية الكادر الصحي، لأنه إذا انصاب الكادر الصحي في شمال شرق سوريا بصراحة هناك نقص كبير في الكادر الصحي. فالكادر الذي ينصاب يخضع لحجر صحي لمدة 15 يوما، وهذه الفترة تؤدي إلى نقص في الكادر. وفي ظل كل ما تعيشه المحافظة من ظروف قاسية، لا سيما وانتشار وباء كورونا، لم تنقطع يوما تلك الأصوات المرتفعة والمناشدات المتكررة بأن تتحمل الهيئات الدولية مسؤولياتها الإنسانية ودعم القطاع الصحي بكل مستلزماته البشرية والخدمية في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.